يعني انا مش عاوز ضابط الشرطه او ان كان سلطته ان يتعامل مع بني ادم كسلطه، بتعامل معاه كان هو واحد من الشعب، ان انا برضو بخدمه مش ان انا بفرض سلطتي عليه او ان انا بساعده. يعني يا ريت من المنطلق ده هنبتدي نشتغل صح ونبتدي نتعامل مع صح مع الجمهور مش سلطه. يا ريت مش سلطه، لو مش الشرطه على البلد بصراحه كانت تضيع، كان كل ياكل في بعضه، لكل قاعده شواذ زي ما بيقولوا. ما قابلتنيش كتير الحاجات الوحشه اللي في الشرطه المصريه. في شرطه بيفهم، في شرطه مدرك الامر، في شرطه متسرح كانت مسيرتك، في شرطه مندفع، في شرطه متحفز، في شرطه غير واقعيه خالص خالص، بانك عايز يفرم اللي قدام منه. سلام عليكم. لا كلهم كويسين ولا كلهم عشان الاقي تعامل السيد رئيس المبعث حسام الامين بتاعه. من المفروض ان يحصل في وزاره الداخليه محاضرات للامنه تتعامل مع الجمهور ازاي، لانه الجمهور مين؟ ما انا خاله وعمه ويمكن جده ويمكن جوز اخته ويمكن جوز عم. مين الشرطه ده؟ اتولد لوحده؟ ما حصلش. داخليه احنا اللي عملناها داخليه ومعموله داخلينا لحمايتنا والامن بتاعنا ولاخلاقنا في الشارع والحضاره بتاعتنا المصريه انما مش التعامل ان انت تيجي تقول لي عشان تعالى السيد رئيس المبعث عايزه. طيب عايزه بس مش كده صح؟ انما بس المطلوب من السيد وزير الداخليه وانا بصرخ باعلى صوتي ان هو نفسه يقول لرجاله ان انت مواطن مصري، طلعت نزلت مواطن مصري، بعد 60 سنة هتلبس البيجامة وهترجع مواطن مصر زيك وتقعد في البيت زيك. شكاوى المواطنين وجدت صدى لدى طرفي الأزمة. الحكومة التي تعترف أن هناك بعض خلل غير متعمد رسميا، والمنظمات التي تصر على أن الخلل سياسة حكومية مقصودة. البلد لسه الامن فيها مش تمام، والبلطجيه لسه بدك في الشوارع والسرقه وكل حاجه موجوده برضه. فامتى يعني الحال ده يتغير؟ يعني الضباط يتعاملوا يعني زي ما هم ليهم حقوق ليهم سلطه وليهم كل حاجه. انا مواطن من حقي ماشي ان انا ليا حقوق برضه ليا كرامه، سواء في الاسم سواء في لجنه سواء في كمين سواء في كذا. بشكره اولا لان حصل تحسن في الامن، بس ده مش ده التحسن اللي احنا بنرجوه. احنا عاوزين تحسن اقوى واكثر من كده عشان نحس بالامان في كل تحركاتنا. ان الشرطه ترجع لدورها تاني وترجع للشارع المصري وتقوم بالدور الامني بتاعها بالكامل. ربنا يعينه على المسؤوليه الكبيره دي بس مش اكتر. في بلطجيه كتير قوي في الشارع دلوقتي، فاحنا يعني بنطلب ان الامن يرجع تاني في الشارع، يكون متواجد معانا ويحمينا زي الاول. في اشاره المرور مثلا الضابط واقف موجود والعساكر واقفين وكلهم واقفين، بس الميكروباص ماشي عكسي عادي جدا خايف، يعني بمعنى اصح الضابط نازل خايف، كلهم نازلين خايفين، ما عندهمش ثقه في نفسهم خالص. انا بقول لسياده الوزير، يا سياده الوزير انزل وخلي الناس بتوعك قلبهم جامد وخلي الناس كويسين جدا، في ناس كويسه جدا وما يهمهمش حاجه، هم ينزلوا شراسه شويه. النظام محتاج يتغير من اول، من اول كليه الشرطه. مين اللي يملك تغيير نظام الشرطه؟ القيادة السياسية والناس، مجلس الشعب، الناس المهتمين بالبلد، المفكرين، اللي هو لا يحط لنا نظام في كلية الشرطة يطلع واحد ما عندهوش نظرة دونية لحد، ما عندهوش عنصرية. تاني حاجة أنه يجب تخفيف حدة سيطرة القيادات الشرطة على الضباط، لأن العملية دي في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. بيصل الأمر أن الضابط الصغير ممكن يخالف القانون علشان يرضي رئاسته. ظاهرة هي أو تجاوزات فردية، فإن تلك الحلول تطرحها الأطراف المختلفة حتى لا يساق المزيد من المواطنين إلى ما وراء الشمس. حلول يحلم المصريون أن تجد طريقها، لكن هذه المرة أمام الشمس.